اسمع، هذه أخت مسي مصطفى عندها 7 أيام اللي خرجت من الدار لأسباب ومشاكل نفسية. طبعا جاتها بعد الولادة، والمشكل أنها راحت وخلات، الله أعلم قصتها كيفاش، ربي داري بها. راهي خلات طفل عمره 4 أشهر فقط. الله يحفظكم اللي شافها، اللي عرف عليها أي خبر. ومهم آخر الأخبار، كاين ناس قالك شافوها في بن يونس. من فضلكم اللي عنده أي معلومة يتواصل على هذا الرقم. الله يحفظكم. هذه دوك احنا ما نقعدوش نشوفو ونهضروا ونطلعوا ونهبطوا ونقولوا علاش وعلاش. هذه حكمتها حاله نفسيه تجي بعد حاله الاكتئاب، وراهي خرجت من الدار ما رجعتش. دوك ربي سبحانه يداري وسيو كيفاش انكم تتوسطوا باش ترجعوها لوليدها صغير. حتى الزوج تاعها راه مقلق عليها، قادر اي انسان يطيح في هذه الحاله. الله يحفظكم. سيو كيفاش تبارطاجوا، كيفاش توصلوا، كيفاش تحاولوا انكم تعاودوا تجمعوا شمل العائله، واجركم على الله. ربي يحفظكم خاوتي.